القصور الكلوي الحاد، ولكن تغيرت التسميات حاليا. تعريف الأذي الكلوي الحادي الأكيوت كيدني إنجيري، حديثا اتفق أطباء الكلية على تغيير تسمية الأذي الكلوي وفق التالي: كان سابقا ما يدعى بالقصور الكلوي الحاد الأكيوت رينال فيلر، سموه الآن الأذي الكلوي الحادي الأكيوت كيدني إنجيري، والقصور الكلوي المزمن الكرونيك رينال فيلر، اللي تصبح الداء الكلوي المزمن كرونيك كيدني ديسيز. هاي تم تبديل التسميات طبعا بس كتأثير نفسي على يعني لا بسبب وقع كلمة القصور أو الفشل الكلوي على نفسية المريض، ولكن هو ماشي تغير يعني بالمفهوم العام. هلا تعريف الأذي الكلوي الحادي: هي نقص مفاجئ في الرشح الكبة ينتج عنه ارتفاع مفاجئ في أرقام البولي والكرياتينين في الدم، انتبه، خلال ساعات أو أيام، مما يجعل أعراضها صاخبة وسريع الظهور. قد تحتاج إلى غسيل كلي سريع خلال 5 أيام مثلا. نرجع نتذكر معدل رشح الكبة الطبيعي عند الإناث هو 85 ل 115 ملل بالدقيقة، وعند الذكور من 100 ل 140 ملل بالدقيقة. فإذا أصبح الرشح الكبة 10 ملل بالدقيقة أو أقل خلال أيام قليلة، فنحن أمام حالة أذي كلوي حادي أو ما يعرف بالقصور الكلوي الحاد. الأذي الكلوي الحادي أو القصور الكلوي الحاد قد يكون ناجم عن أسباب ما قبل كلوي أو أسباب كلوي يعني داخل كلوي أو بعد كلوي. أما الداء الكلوي المزمن أو ما كان يعرف بالقصور الكلوي المزمن، فهو ارتفاع تدريجي مزمن بيأخذ سنوات للبولي والكرياتينين في الدم، وهذا ما يميزه عن القصور الكلوي الحاد. القصور الكلوي الحاد بتأخذ العملية ساعات أو أيام، أما القصور الكلوي المزمن فبيأخذ سنوات. والسبب بالقصور الكلوي المزمن تكون أذي كلوي مزمني، وقد لا يكون المريض يعني واعي ومو منتبه على الأعراض، وغالبا بيكون متأقلم مع هذا الحالي على الرغم من ارتفاع قيم الكرياتين، لذلك قد تمر عدة سنوات من المرض حتى نحتاج إلى غسيل كلي. طبعا القصور الكلوي الحاد أو الأذي الكلوي الحادي تعتبر من أخطر الحالات الإسعافية في طب الكلي، لأنها هي حالة إسعافية مهددة للحياة وقد تؤدي إلى الوفاة خلال أيام إن لم يتم علاجها بشكل صحيح. هلا مشعرات التوجه للأذي الكلوي الحادي: من ناحية العلامات السريرية، من يعني أهم علامة وأبكرة هو شح البول، وقد يكون هناك انقطاع في البول أو إدرار بول منخفض الكثافة، راح نشرحون خلال المحاضرة. أما من ناحية الاستقصاءات، طبعا هو أفضل وسائل لتقييم الأذي الكلوي الحادي على الإطلاق هو حساب معدل الرشح الكبة، لكن في حالة قصور الكلوي الحاد بتكون حالة إسعافية والمريض تعبان، عمليا بيكون صعب وبالممارسة السريرية اليومية بيكونوا غير مجدي، لذلك استعيض عنها بالاستدلال بارتفاع قيم اليوريا والكرياتينين في المصل. يجب وضع الأذي الكلوي الحادي في البال في حال التي يراجع فيها المريض بقصة شح بول أو وجدنا قيم اليوريا والكرياتينين مرتفعين بالتحاليل المخبرية، وهون نبحث عن أدلة أو علامات مرافقة أو اختلاط قد يشير إلى السبب المؤدي إلى الأذي الكلوي الحاد. هلأ العلامات السريرية المرافقة للأذي الكلوي الحادي، مثل ما ذكرنا شح البول هو أهم وأبكر العلامات، يكون حجم البول شح البول بالتعريف هو أقل من 400 ملل في 24 ساعة، يشاهد شح البول في معظم حالات قصور الكلوي الحاد في حوالي 80 ل 85% من الحالات، لأنه في حالات ما بيحدث فيها شح بول، لذلك عم نقول في معظم الحالات، غالبا لما يكون ناجم عن أسباب قبل كلوية. السبب الأشيع لقصور الكلوي الحاد هو أسباب ما قبل الكلوي. معذرة بس.
بنتابع غالبا ما تكون قصور الكلوي الحاد، بكون ناجم عن اسباب قبل كلوي، ويعتبر شح البول خطير لانه قد يؤدي الى وذمه رئه، لانه السوائل بتتراكم بالجسم فبيصير فرط حمل بالسوائل، ممكن يؤدي لحدوث وذمه رئوي، وايضا بيؤدي الى اضطراب خطير بالشوارد وخصوصا ارتفاع بوتاسيوم الدم. في عندنا نوع من القصور الكلوي الحاد او الاذيه الكلويه الحاده، ما بيحصل فيه شح بول، لذلك بيتسمى نون اوليجيوريك اكوت كيدني انجري، يعني ما بكون فيه شح بول ولكن بيتظاهر بارتفاع بارقام البولي والكيراتينين، لذلك بسموه ادرار محافظ لبول ومنخفض الكثافه. بكون المريض ما عنده شح بول ولكن البول بكون منخفض الكثافه، بتكون هون كميه البول طبيعي، وهذا بيتشاهد في 10-15% من الحالات، وكون ما في شح بول يعتبر أقل خطورة من الحالات المترافقة مع شح البول، لأنه ما بيؤدي لوذمي رئوي ولا بترافق مع ارتفاع الضغط ولا اضطرابات بالشوارد كما يحصل في الحالات التي تترافق مع شح البول. البول هون وإن كانت كميته ضمن الحدود الطبيعية بيحتوي على نسبة سموم قليلة، فلا تقوم الكلية بتخليص الجسم من السموم، حيث تحافظ الكلية على وظيفتها بالتمديد وتفقد وظيفتها بالتكثيف. أولى الوظائف التي تفقد هي دائما بالقصور الكلوي هي قدرة الكلية على تكثيف البول، وهذا النمط شائع في تنخر الكلي بسبب الأمينو غليكوزيدات، الانسمام بالأمينو غليكوزيدات وخصوصا جنتامايسين وسربتومايسين، وايضا بنشوفه بعد باعتلال الكلي بعد التصوير بالمواد الضليل، اعتلال الكلي بالامينوغليكوزيدات واعتلال الكلي بالتصوير بعد التصوير بالمواد الضليله غالبا بكونوا من هالنوع هذا، ما بكون في شح بول. قد تترافق الاذيه الكلويه الحاده مع انقطاع بالبول انيوريا، هون كميه البول بتكون اقل من 50 ملل بال 24 ساعه، وهذا الشكل الاخطر، وطبعا يشير خاصه الى اسباب بعد الكلوي. انقطاع البول في الاغلب بيكون هو الاسباب بعد الكلوي، يعني بيكون ناجم عن انسداد بالطرق المفرطه. كملخص، ليس كل حالات القصور الكلوي الحاد تترافق مع شح بول، لذلك انتبه في حال عدم دخول شح البول، لذلك يعني انه لذلك اصلا ما ادخلوا مصطلح شح البول في تعريف القصور الكلوي الحاد. اذا متذكرين التعريف قلنا هو انخفاض معدل رشح الكبه مع ارتفاع قيم البولي والكرياتينين خلال ايام او ساعات، ما هو موجود ضمن التعريف. فلذلك نقص كميه البول، 85% من الحالات تترافق مع شح بول، هوني بنتوجه لاسباب قبل الكلوي، فلازم نتاكد من مستوى البوتاسيوم وكمان يعني ندير بالنا انه ما يدخل المريض بوزني رئوي. في 15% من الحالات بكون كميه البول طبيعيه، يعني ادرار محافظ، هذا اللي سميناه نون اوليجيوريك، وبتكون كثافه البول منخفضه. في حالات قليله بكون انقطاع بالبول، وهون غالبا بكون انسداد بالطرق البولي. هلا العلامات المخبريه المرافقه للاذيه الكلويه الحاده، في مقدمتها ارتفاع البولي والكرياتينين، هذول الاستقصائين المخبريين الاسهل والاهم بعد التوجه للاذيه الكلويه، وبيرتفعوا في كل حالات القصور الكلوي بغض النظر عن سبب القصور. بنرجع بنتذكر الارقام الطبيعيه لكل من البولي والكرياتينين، البولي تركيزه بالحالات الطبيعيه من 15 ل 40 ميلي جرام بالديسلتر، الكرياتينين عند الذكور بيكون اعلى شوي منه عند الاناث، عند الذكور من 8 ل 10 ل 1.4 ميلي جرام بالديسلتر، وعند الاناث بيكون من نص ل 1.2 ميلي جرام بالديسلتر. طبعا ليس بالضروره ان تكون كل حاله تترافق بارتفاع بولي وكرياتينين عن الطبيعي تدل على قصور كلوي، هناك حالات عديده تنخفض أو ترتفع فيها قيم البولي والكرياتينين وتكون الكلي سليمة. لذلك البولي تعتبر مشعر غير دقيق للقصور الكلوي، والكرياتينين
هو طبعا يعتبر مشعر أدق، ولكن لكنه أيضا لا يكفي وحده لتشخيص القصور، إنما يجب أن نعتمد على أمور أخرى للتشخيص. هلأ التشخيص التفريقي لتغير قيمة البولي في الدم، هاي طبعا مثار أسئلة نظري. البولي هي المنتج الرئيسي من استقلاب البروتينات، وأيضا تصنع في الكبد من الأمونيا. أسباب ارتفاع البولي الدموية: زيادة الوارد البروتيني، تناول اللحوم بكثرة في حالات الإسهالات الشديدة والإنتان الشديد، الرضوض والحروق وحالات التجفاف. كل حالة تترافق مع تجفاف ممكن ترتفع فيها البولي الدموي حتى بدون وجود قصور كلوي حاد. طبعا من الأسباب اللي تؤدي لارتفاع البولي الدموي هي النزف الهضمي العلوي، ترتفع البولي قليلا لأنه الدم اللي بينزفه المريض وبيجي على الأمعاء بيتفاعل، بتستقلبه أو البكتيريا المعوية بيستقلب ضمن الأمعاء وبيتحرر الأمونيا. الأمونيا هاي بتروح على الكبد، وهناك يتم إزالة الأمونيا بتشكيل البولي. لذلك في حالة النزف الهضمي العلوي خصوصا الغزير ممكن ترتفع البولي الدموي. هذا النزف الهضمي العلوي العادة ترتفع فيه البولي الدموي، أما حالات النزف الهضمي الغزير أو الكتلي قد يؤدي لتنخر أنبوبة حاد. طبعا تنخر الأنبوبة الحاد هو بيحدث بآلية نقص الحجم، راح ندرسهم هلأ شوي ثاني. أيضا من الحالات اللي بيرتفع فيها البول الدموية أو بسبب دوائي المعالجة بالسترويدات والتتراسكلين. تنخفض البولي الدموية في حال نقص الوارد البروتيني، الإكثار من السوائل عكس التجفاف، القصور الكبدي في سياق تشمع الكبد لأنه مثل ما ذكرنا الأمونيا المنتجي في الأمعاء تتم إزالة سميتها بتحويلها للبولي، فلما بيكون عند المريض تشمع كبدي ما بتم إزالة سمية البولي الأمونيا، وبالتالي بتتراكم الجسم وبتؤدي لدخول المريض بالاعتلال الدماغي الكبدي. الأدوية مثل مضادات الصرع مثل فالبروات الصوديوم أيضا من الحالات اللي ممكن تنخفض فيها البولي الدموي، هي الحالات البناء في الجسم الأنابوليك ستيت مثل الحمل، بالحمل بتنخفض البولي الدموي أيضا خلال فترة الوليد والطفولة وفي ضخامة النهايات. هلأ التشخيص التفريقي لتغير قيمة الكرياتينين في الدم: ارتفاع كرياتينين الدم في حال زيادة الكتلة العضلية مثل إذا شخص جسم رياضي، أيضا في تشمع الكبد، ممارسة الرياضات العنيفة، وفي حالات الأذية العضلية الانحلالية تناثر الهرس العضلي. وأيضا من الحالات اللي ممكن يرتفع فيها الكرياتينين هي الإسراف في تناول اللحوم الحمراء، لكن ما بيرتفع لأرقام كبيرة. هون في ملاحظة، في حال كان الشخص نباتي يعني ما بتناول البروتينات قد تجد لديه مستوى الكرياتينين نص والبولي الدموي 20 ميلي جرام ديسيلتر. أيضا من الأسباب تناول الكرياتين والهرمونات عند ممارسي رياضة كمال الأجسام، وهناك بعض الأدوية اللي ممكن تؤدي لارتفاع الكرياتينين مثل السيميتيدين والباكتريم ومضادات الحموضة ومركبات السلفة. أما انخفاض الكرياتينين قد ينتج عن نقص كتلة العضلات مثل الجسم الهزيل أو النحيل والقصور الكبدي، هذول السببين اللي ممكن يترافقوا مع انخفاض الكرياتينين. هلأ بنجي لأسباب الأذية الكلوية الحادة، مثل ما ذكرنا تصنف إلى أسباب قبل كلوي، أسباب كلوي، وأسباب ما بعد كلوي. الأسباب قبل كلوي هي بشكل أساسي تنجم عن انخفاض الصبيب الدموي الوارد إلى الكلى. أسباب كلوية بالخاصة هي بتنجم عن أذيات في البرانشيم الكلوي، والأسباب بعد الكلوي تنجم عن وجود انسداد أو عائق أمام تصريف البول. هلأ بنبدأ بدراسة الأسباب
قبل الكلوي للقصور الكلوي الحاد أو الأذي الكلوي الحادي، وهي تعد أشيع أسباب الأذي الكلوي الحادي، حيث تكون الكلي سليمة في هذه الحالة، الكلي بتكون سليمة، ولكن السبب قبل الكلوي معناه أنه هو حصل عند المريض سبب آخر أدى لانخفاض جريان الدموي الكلوي، وبالتالي بيؤدي إلى حدوث نقص بمعدل رشح الكبة، وبيدخل المريض بقصور كلوي حاد. هوني تدعى هاي الحالة لما بتشوفوا في المصطلح بري رينال أزوتيميا، يعني ارتفاع البولي ما قبل الكلوي، هاي إلها تسمية أخرى، يعني هي نفسها القصور الكلوي الحاد أو الأذي الكلوي الحادي بري رينال ما قبل الكلوي، هي أيضا بتلاقوها بالكتب باسم بري رينال أزوتيميا، هذا المصطلح معادل إلها. الفيزيولوجيا المرضية للقصور الكلوي الحاد أو الأذي الكلوي الحادي ما قبل الكلوي تتطلب التصفية الكلوية للدم، وجود ضغط هيدروستاتيكي أو ضغط مائي سكوني كافي داخل الكبب الكلوية يسمح لرشح الكبة بالحدوث، وبالتالي يمكن إجمال الأسباب ما قبل الكلوية لأنها كل ما قد يعيق وصول هذا الضغط الكافي إلى الكلى، وذلك عن طريق واحدة أو أكثر من الآليات التالية: انخفاض الصبيب الدموي الوارد إلى الكلي، أي نقص الجريان الدموي الكلوي بيؤدي إلى نقص معدل رشح الكبة، أيضا نقص تروي بالكلي يؤدي إلى تفعيل جملة الرينين أنجوتنسين، لأنه مثل ما ذكرنا نقص الوارد الدموي الكلوي هو من الأسباب الأساسية اللي بيؤدي إلى تفعيل بزيد إفراز الرينين، وبالتالي بفعل لنا جملة الرينين أنجوتنسين، وتفعيل هذه الجملة بيؤدي لزيادة إفراز الألدوستيرون بشكل ثانوي، الألدوستيرون بيزيد عودة امتصاص الصوديوم. أيضا نقص الحجم بيؤدي لزيادة، قلنا أهم عامل محرض لإفراز الـ ADH هو حلولية البلازما، وأيضا نقص الحجم، نقص الحجم بيؤدي لزيادة إفراز الهرمون المضاد للإدرار، وبالتالي زيادة إفرازه بتؤدي لعود زيادة عودة امتصاص الماء. فكل ما سبق يؤدي إلى شح بول وبكون كثافته عالي مع ارتفاع حلولية البول وانخفاض الصوديوم فيه. انتبه بالأسباب ما قبل الكلوي بيكون نقص بإطراح الصوديوم بالبول بسبب تفعيل جهاز الريني أنجوتنسين وزيادة إفراز الألدوستيرون اللي بيؤدي لزيادة عودة امتصاص الصوديوم. أيضا زيادة إفراز الـ ADH بتؤدي إلى زيادة عودة امتصاص الماء، وبالتالي بكون البول مكثف وقليل الماء ومرتفع الحلولية. يمكن تجنب حدوث القصور الكلوي الحاد بالإسراع قدر الإمكان في علاج السبب، كتزويد المريض بسوائل في حالات التجفاف خلال 12 إلى 24 ساعة، وذلك بعد وضعه في غرفة العناية المشددة. في هذا النمط من الأكوت كيدني إنجري يكون الصوديوم في البول منخفضاً وحلولية البول بتكون مرتفعة لأنه الماء بيكون قليل، الهرمون المضاد للإدرار هو اللي عم يزيد امتصاص الماء، لأن الوظيفة الأنبوبية بتكون سليمة، فالكلية لم تفقد بعد قدرتها على الحفاظ على إعادة امتصاص للماء والصوديوم، وبالتالي فإن ارتفاع الصوديوم في البول ذو انذار سيء، فهذا يدل على بداية تنخر الأنابيب الكلوي. انتبهوا في من الأمور اللي بتميزنا بين القصور الكلوي الحاد لسبب قبل الكلوي وبين القصور الكلوي الحاد لأسباب كلوي هي إطراح صوديوم في البول، يسموه الفراكشنال صوديوم إكزيجريشن، بيرمزوا له بالـ FE يعني فراكشنال إكزيجريشن FE صوديوم، هي طرح جزئي للصوديوم. فعند المرضى لأسباب ما قبل الكلوي بكون الطرح الجزئي للصوديوم أقل من 1%، بينما بالأسباب الكلوي يعني سبب مثل التهاب الكبد والكلي الحاد أو النخر الأنبوبي الحاد، فبكون الطرح الجزئي للصوديوم بكون أكثر من 1%، لذلك هذا معنى أنه ارتفاع الصوديوم في البول ذو انذار سيء، لأنه بكون هو ناجم عن أسباب كلوي، وهذا أحد الأمور اللي بتفرق لنا بين الأسباب ما قبل الكلوي وبين الأسباب الكلوي. هلأ هذا المخطط هو تكرار لما شرحنا: نقص الحجم
لأي سبب كان بيؤدي إلى نقص الصبيب الدموي الوارد إلى الكلي، وبالتالي بيؤدي إلى نقص معدل الرشح الكبة، وبالتالي نقص الماء في الرشاحة الكبي، فبيؤدينا إلى نقص حجم البول أو شح البول. أيضا نقص الوارد الدموي أو نقص التروي الدموي للكليتين بيؤدينا لتفعيل جهاز الرينين أنجوتنسين ألدوستيرون، فبيؤدي لزيادة إفراز الألدوستيرون. زيادة إفراز الألدوستيرون بتؤدي لعودة امتصاص الصوديوم ونقص أطراحه في البول، وأيضا نقص الحجم بيؤدي لزيادة إفراز الـ ADH اللي بيؤدي لعودة امتصاص الماء، وبالتالي بيحصل عندنا شح بول، وبكون البول مكثف ومرتفع الحلولي وناقص الصوديوم. هلا أسباب الأذية الكلوية الحادة لأسباب ما قبل كلوية: انخفاض النتاج القلبي، انخفاض الضغط الشرياني مثل الصدمة بكل أنواعها سواء كانت صدمة نصفية ولا صدمة نقص حجم، أيضا نقص حجم الدم، انسداد الأوعية الكلوية، انتبه ثنائي الجانب وليس وحيد الجانب، في حال انسداد الأوعية الكلوية سواء خثرة وريد كلوي أو خثرة شريان كلوي وحيد الجانب ما بيؤدينا لقصور كلوية حاد، لأنه الكلي الثاني بتعوض. الشرط حدوث الأذية الكلوية الحادة لأسباب ما قبل الكلوي هو انسداد الشريان الكلوي ثنائي الجانب، أيضا من الأسباب المتلازمة الكبدي والكلوي والأسباب الدوائية. راح نشرح بعض بشكل سريع هاي الأسباب حسب الآليات الإمراضية. أولا انخفاض النتاج القلبي مثل حالات قصور القلب الاحتقاني الشديد، حالات قصور القلب صحيح بتشوفوا فيها وذمان ولكن بتترافق مع نقص تروية الكليتين، وبالتالي قد تؤدي إلى دخول المريض بقصور كلوي حاد. نقص النتاج القلبي بشكل عام يؤدي إلى نقص الوارد الدموي إلى الكليتين، لأنه مثل ما ذكرنا الكلي تتلقى حوالي ربع نتاج القلب، فبالتالي لما بكون في عنا قصور قلب ونقص بنتاج القلب فشيء يعني بديهي انه تنقص ترويب الكليتين. انخفاض الضغط الشرياني وهو اللي بنشاهده بالصدمه بكل انواعه، انخفاض الضغط الشرياني دون 90 ملم زئبقي مثل حاله الصدمه التاقيه، هاي الصدمه التاقيه بيحدث فيها توسع وعائي شديد بسبب افراز الهستامين ومركبات البراديكينين، فبتؤدي لهبوط ضغط شديد، فبالتالي ما بيوصل الدم إلى الكليتين بضغط كافي، فما بتحصل عملية تنقي أو فلترة كلوية للدم، وبتؤدي لحدوث أذية كلوية حاد. نقص حجم الدم أو الهايبوفوليميا أو صدمة نقص الحجم، وهي اللي بتنجم عن النزوف بكل أنواعها، الأقياءات الشديدة وأيضا الحروق والإسهالات الشديدة طبعا اللي بتؤدي لحدوث تجفاف خصوصا لدى مرضى الكوليرا. نقص الحجم بشكل عام بيؤدي لنقص الجريان الدموي الكلوي. انسداد الأوعية الكلوية ثنائي الجانب، يشاهد انسداد الأوعية الكلوية في التصلب العصيدة للشرايين، خثار الوريد أو الشريان الكلوي، أيضا التهابات الأوعية الكبيرة والصمات الشحمية، قد يحصل أحيانا انضغاط خارجي بسبب ورمة مثلا، في حالات نادرة طلق الناري والشظايا على الشريان الكلوي. في معظم الأحيان لا تظهر الأذية الكلوية الحادة في انسداد الوعاء الكلوي وحاد الجانب، لأن الكلي الأخرى تكون قادرة على المعاوضة، وبالتالي كي يؤدي الانسداد وحاد الجانب لأذية كلوية حادة يجب أن تكون الكلي وحيدة أو لدى المريض كلي وظيفي والأخرى غير وظيفي، يعني حتى يحصل قصور كلوي حاد وحيد بسبب انسداد وعائي وحيد الجانب لازم يكون المريض إما كلي وحيدي أو كلي فاقدي، الكلي الثاني فاقدي للوضيف. هلأ المتلازمة الكبدية الكلوية وهي من الحالات الشديدة بتنتهي بالوفاة بنسبة 95% من الحالات، وهي بتشاهد غالبا عند مرضى داء الكبد المزمن وخصوصا مرضى تشمع الكبد، بيحدث فيها القصور الكلوي بسبب الآلية التالية، إنه مثل ما بتعرفوا مرضى تشمع الكبد بيحصل عندهم نقص بالبروتين الكلي ونقص بالألبومين بسبب نقص تصنيع البروتينات في الكبد،
فعندهم بيحصل نقص بالضغط الغرواني داخل الأوعي، فتهرب السوائل من داخل الأوعي إلى خارجها، فبيؤدي لنا لحدوث نقص حجم وبالتالي نقص ترويج الكليتين. أيضا يؤدي التشمع إلى تبدلات هيموديناميكية تؤدي إلى نقص ترويج الكليتين. أيضا حدوث الحبن يؤدي إلى احتباس السوائل ونقص حجم الدم، وكله بيؤدي بالنهاية لنقص ترويج الكليتين. طبعا مرضى المتلازمة الكبدية الكلوية كوظيفة كلوية بتكون سليمة، الكليتين بتكون سليمات، ولكن المشكلة الأساسية هي تأثيرات الداء الكبد المزمن أو تشمع الكبد. وهون يعني هي أهميتها، يعني رب ضارة نافعة، فبسبب سلامة الكليتين عند مرضى تشمع الكبد أو مرضى المتلازمة الكبدية الكلوية، فبالتالي قد يستفاد من كلا هؤلاء المرضى بعد وفاتهم لأجل زرع الكلي. الأسباب الدوائية، أشع ما يحدث القصور الكلوي الدوائي عند المسنين بأعمار 70 ل 80 سنة لسبب الوظيفة الكلوية بتكون منخفضة لديهم أصلا، لأنه الوظيفة الكلوية تنخفض مع التقدم بالسن، وبالإضافة لتناول الأدوية وخصوصا المسكنات فبتؤدي لأذية كلوية حادة. أهم الأدوية المسببة للأذية الكلوية الحادة لأسباب ما قبل الكلوي عند المسنين هي مثبطات الريني أنجوتنسين، اللي هي مركبات الأسي إنهبترز مثل الكابتوبريل وزمرتو، هي بتثبط الرينين، جهاز الرينين أنجوتنسين، فبتؤدي لتوسع الشرايين الصادر. توسع الشرايين الصادر بيؤدي إلى نقص معدل رشح الكبة، تماما مثل ما ذكرنا بتضيق الشريان الكلوي. طبعا المتقدمين بالسن أغلبهم بصير عندهم أوجاع بالمفاصل، وبصير عندهم داء تنكسي خصوصا بمفاصل الركبة، فبيضطروا لاستخدام المسكنات بكثرة. المسكنات أغلبها بتكون من نوع مضادات الالتهاب غير السترويدي، ومثل ما بتعرفوا مضادات الالتهاب غير السترويدي هي بتعمل بآلية تثبيط البروستاجلاندين، فبتؤدي لتقبض الشرايين الوارد وبالتالي نقص معدل الرشح الكبي بآلية معاكسة لآلية الرينين أنجوتنسين، مثبطات الخمير القلبي للأنجوتنسين. مثبطات الخمير القلبي للأنجوتنسين بتؤدي لتوسع الشرايين الصادر، وبالتالي بتؤدي لانخفاض معدل رشح الكبة. أما مضادات الالتهاب غير السترويدي بتؤدي لتقبض الشرايين الوارد، اللي هو بيعطي نفس النتيجة أيضا، بيؤدي لنقص معدل الرشح الكبة. عند كبار السن غالبا بتكون الوظيفه الكلويه منخفضه. طبعا كبار السن دائما احنا بنطلق تعبير المسنين، فتعتبروا انه باعمار 75 ل 80 سنه فما فوق، بتكون الوظيفه الكلويه منخفضه بسبب تصلب وتنكس وتليف عدد من الكبد، فرغم ان عيار الكرياتينين في الدم لديهم يكون طبيعي، الا ان التصفيه الكلويه او تصفيه الكرياتين او معدل رشح الكبه بكونوا منخفض. فإذا أضيف دواء سام للكلي تدهور الوظيفة الكلوية ويرتفع الكرياتينين بسرعة. فهون بهالحالات هاي مجرد الشخص المسن واللي عم بيتناول مسكنات مجرد إصابته بإسهال أو إقياء أو حالة بتؤدي إلى أي نوع من التجفاف بتؤدي لدخوله بقصور كلوي حاد. هلا تشخيص الأذية الكلوية الحادة لأسباب ما قبل الكلوية. خطوات التشخيص والبحث عن السبب، أولاً التوجه لوجود أذية كلوية من خلال العلامات السريرية، شح البول أو إدرار محافظ ناقص الكثافة وانقطاع البول، العلامات المخبرية ارتفاع اليوريا والكرياتينين. طبعاً الفحوص المخبرية وحدة لا تكفي للتشخيص في الأزوتيميا أو القصور الكلوي الحاد لأسباب ما قبل كلوي، وإنما نعتمد على الفحص السريري والقصة المرضية بالإضافة للفحوص المخبري. يجب أخذ قصة ونجري فحص شامل للمريض بحثاً عن أي دليل علامي أو معلومي يشير إلى السبب قبل الكلوي والآلي الإمراضي المسببي،
مثل آفة قلبية متقدمة، وجود قصة نسب غزير، ضياع سوائل شديد مثل إسهال شديد، تشمع الكبد بمراحله الأخيرة، إصابة إنتانية شديدة تترافقت مع حدوث وهض دوراني مثل يعني مرضى الصدمات الإنتانية. إذا كان المريض فاقد الوعي يمكن أن نتوجه للتشخيص من خلال الفحص، فهبوط الضغط الشرياني، نبض سريع وخيطي، والنبضان الوداجي. أيضا يجب قياس الضغط الشرياني، وفي حالة الشك نقيس الضغط الوريدي المركزي CVB. المعالجة يعتمد فيها على تعويض السوائل بأسرع ما يمكن مع المراقبة الحثيثة للمريض أثناء تعويض السوائل كي لا يحدث لديه زيادة في حجم الدم ووزن الرئة، وخصوصا المرضى المسنين اللي بيكونوا غالبا عم بيعانوا من أمراض قلبية أو تكثر عندهم حالات قصور القلب، فلذلك تعويض السوائل عند المسنين يجب أن يترافق مع قياس الضغط الوريدي المركزي عن طريق تركيب قصر CVB حتى ما تعود السوائل بكميات زائدة وبالتالي بيدخل المريض بوزن الرئة. أيضا يجب معالجة السبب الرئيسي الذي أدى إلى القصور مثل هبوط الضغط وقصور القلب، أو إذا المريض عنده صدمة نصفية أو إسهالات شديدة أو ضياع للسوائل. في الحالات بعض الحالات الخاصة في حال وجود تحسس يعني أنه صدمة تأقية، غالبا هون أول علاج طبعا ننتبه بالصدمة التأقية، أول علاج عادة هو الأدرينالين وليس الكورتيزون. يعني لما بيجيك مريض عنده صدمة تأقية العلاج الأفضل والأول هو إعطاء الأدرينالين، وبعدها ممكن تعطي الكورتيزون. في حال وجود نزف صدمة نزفية هون نلجأ إلى تعويض الدم، كريات حمر وليس دم كامل، الأفضل هو نقل الكريات الحمر المركزة لأنه الدم الكامل ممكن يؤدي لك إلى زيادة حجم الدم. هلا التطور والإنذار، يتعلق إنذار بمرحلة القصور ويصنف إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى الأذية الكلوية الحادة أو الوظيفية، وهون بتكون الأذية الكلوية الحادة الوظيفية قابلة للتراجع وبتكون عكوسي. الفترة الذهبية لإنقاذ الكلي هي خلال أول 12 ل 24 ساعة، فإذا تم علاج نقص الحجم والسوائل بشكل سريع في هذه المرحلة تستعيد الكلي وظيفتها وتعود أرقام البوري والكرياتينين إلى الحدود السوية خلال 48 ساعة. المرحلة الثانية هي بيحصل عند المريض نخر أنبوبة حاد الأكوتوبلر نيكروسيز أو ما يرمز له بالATN. تبدأ هاي المرحلة عند تأخر المعالجة يعني بعد 3 أو 5 أيام. إذا استمر نقص ترويد الكليتين سيتسبب بحدوث أقفار يعني نقص تروي بالكلي، فبيؤدي لنا إلى نخر أنبوبة حاد. هاي المرحلة بتكون قابلة للشفاء أيضا لأن الأنابيب مثل ما ذكرنا الأنابيب الكلوية بتكون قابلة للتجدد. إذا بقي الغشاء القاعدي سليما تحتاج، إذا حصل نخر أنبوبة حاد تحتاج إلى 10 إلى 15 يوم من العلاج. المرحلة الثالثة هي الأخطر، مرحلة تنخر قشر الكلي، هي تحدث عند التأخر كثيرا في تشخيص وعلاج المريض وإنذاره سيء، حيث يتطور من نخر الأنبوبة الحاد اللي كان قابل للشفاء إلى تنخر قشر الكلي اللي بيكون غالبا غير عكوس. تتنخر الكبب الكلوية مثل ما ذكرنا، نخر الأنابيب الكلوية الأنابيب ممكن تجديدها، أما لما بيحصل تنخر في قشر الكلي اللي قلنا هو بيحوي الكبب فبتتموت الكبب وبتكون غير قابلة للتعويض، فبتفقد الكلي وظيفتها نهائيا، وبيحتاج المريض هون بهالحالة هي لغسيل كلي مستمر أو زرع كلي. بشكل عام الأسباب قبل الكلوية الأذية الكلوية الحادة تعتبر من الأسباب سهلة العلاج وإنذارها جيد جدا في حال التشخيص والعلاج المبكر. انتبه هون أنه سبب قبل الكلوي قد ينقلب إلى سبب كلوي في حال التأخر بالعلاج، مثل ما شرحنا المراحل الثلاثة. المرحلة الأولى بتكون قصور كلوي حاد وظيفة، هاي المرحلة بتكون عكوسي إذا عالجنا السبب. المرحلة الثانية بتحول لنخر أنبوبة حاد، هاي أيضا كمان ممكن علاجها
إذا يعني ما تأخر العلاج أكثر من 3 أو 5 أيام. المرحلة الثالثة هي نخر القشر الكلوي، هي المرحلة الأخيرة. فمثلا إذا كان عندك مريض عنده نزف أو قصور قلب احتقاني أو عنده نقص حجم وما عالجناه بشكل كويس، بكون عندنا القصور الكلوي الحاد لسبب ما قبل الكلوي، فإذا استمر هذا السبب ولم يعالج بالشكل الصحيح قد يؤدي إلى حدوث نخر أنبوبي حاد، والنخر الأنبوبي الحاد هو أهم يعني تظاهرة للقصور الكلوي الحاد لأسباب كلوي، يعني بينقلب من سبب كلوي ل من سبب ما قبل الكلوي لسبب كلوي. هلا بنجي على الأسباب بعد الكلوية، هي الأسباب أقل شيوعا للقصور الكلوي الحاد وأفضلها إنذار. أزيد كلي بالأسباب بعد الكلوية بتكون غالبا ناجمة عن انسداد الطرق البولية في أي مستوى من السبيل البولي. ما بيظهر القصور الكلوي الحاد إلا إذا كان الانسداد ثنائي الجانب، لأنه إذا كانت الكلية الأخرى سليمة بتعاوض. أما إذا كان الانسداد ثنائي الجانب فهون بهالحالة هي بيظهر القصور الكلوي الحاد، أو إذا كان المريض ذو كلي وحيدة تشريحيا أو وظيفيا. تتظاهر على شكل انقطاع في البول، المريض ما بيحصل يبول. مثل ما ذكرنا الأسباب قبل الكلوي هي غالبا بتتظاهر على شكل شح بول، أما اللي بتتظاهر على شكل انقطاع بول تام فغالبا هي بتكون الأسباب ما بعد الكلوي. الكلي هون بتكون سليمة والضغط الشرياني سوي وكمية الدم الوارد إلى الكلي بتكون طبيعية، لكن المشكلة تكمن بطريق تصريف البول. انسداد الطرق البولية يؤدي إلى عودة البول إلى الكلي، وبالتالي ارتفاع الضغط ضمن الأنابيب الكلوية، ومن ثم ارتفاع الضغط في محفظة بومان، وأخيرا يؤدي إلى انخفاض معدل الرشح الكبي. في حال كان الانسداد تام بيتوقف الرشح الكبي تماما وبيصبح معدل رشح الكبه صفر، وبتدخل الكلي بحاله صمت، وهوني بسموها الكلي الصامته، يعني اذا تم اجراء صوره ضليلي لا يوجد افراز للماده الضليل. طبعا التصوير بالايكو مهم جدا لاستقصاء الاسباب بعد الكلويه، وهوني يمكن للانسداد ان يكون على احدى المستويات التالي، اما ان يكون على مستوى الحالب بسبب حصى مثلا او علقه دمويه، وتنخر حليمات الكلي مثل ما ذكرنا النخر حليمات الكلي شائع عند مرضى السكريين، ايضا عند مرضى فقر الدم المنجلي، سرطان الحالب او سرطانات مرتشحه بمنطقه المثلث المثاني تسد الفوهتين الحالبيتين، ايضا قد يحدث انسداد الحالبين بسبب ضغط خارجي مثل النزف خلف البيرتوان او تليف خلف البيرتوان اللي بسموه الريترو بيرتونال فايبروسيز. هذا بيحصل لاسباب مجهوله او احيانا اسباب مناعيه. تليف خلف البيرتوان بيضغط على الحالبين فبيؤدينا لاستسقاء الكلوي الثنائي الجانب. ايضا من الاسباب اللي بتكون يعني صنعيه انه ربط الحالبين بتقرير الخطا في العمليات النسائيه. بالعمليات النسائيه احيانا ممكن يحدث نزف غزير ف تتشوش ساحة العمل الجراحي، فما بعود يميزوا الحالبين وممكن يربطوهن ويؤدوا لنا لقصور كلوي حاد. على مستوى عنق المثاني قد يحصل الانسداد بسبب حصى أو علقة دموية، أيضا المثاني العصبي وضخامة البروستات السليمة، سرطان عنق المثاني أو أورام الحوض مثل أورام الرحم وعنق الرحم، وهون يسمى الحوض الجليدي وهي حالة شائعة جدا تسد الحالبين. أخيرا قد يحدث انسداد على مستوى الإحليل مثل تضيق الدسام الخلقي، هذا بيشاهد عند الحديثي الولادي، وأيضا تضيق قلفي القضي. انتبهوا قد يصل الكرياتينين عند مريض الأسر البولي. طبعا هون عند مرضى انسداد القصور الكلوي الحاد لأسباب ما بعد كلوي بيحصل، هو بالحقيقة مو انقطاع بالبول، هو إحنا بنسميه أسر بولي. هلأ رح نشرح ليش. بيرتفع عنده البول والكرياتين لأرقام كبيرة، ولكن بمجرد فتح
السبيل البولي وخروج البول يعود الكرياتينين لقيمته الطبيعية، لأن الكلية عادة تكون سليمة وما فيها أي أذية، ولكن الانسداد يكون على مستوى الطرق المفرغة. الإنذار والعلاج لأسباب بعد الكلوية هي الأسهل معالجة والأفضل إنذارا، طبعا باستثناء الحالات الورمية. العلاج بيكون بمعالجة السبب، فإذا كان السبب هو حصى إما تفتيت أو استئصال الحصى أو قفطرة تتجاوز الحصى مثل دبل جي. الأورام يتم علاجها إما باستئصال الورم أو تشعيع أو تفميم إحدى الكليتين من الحويضة عبر الجلد مدى الحياة. التليف خف البرتوان هو من أحد الطرق العلاجية، هو إعطاء الكورتيزون لأنه هو عبارة عن مرض مناعي ذاته، وحد أحيانا قد يستخدم فيه التاموكسيفين. أيضا قد يتم استخدام هاي الدبل جي، هاي قسطرة لتصريف البول من الحالب فوق الانسداد وبتصرفه إلى المثانة. في ملاحظة هون، في حالة الانسداد البولي عند إزالة العائق يتدفق البول بسرعه، وهذا يعني بتلاقي المريض ببول 5 أو 6 لتر او احيانا 7 لتر، وهذا يسمى الاضرار بعد ازاله العائق. هون بهالحاله هي لأن المريض ببول كميات كبيره من السوائل اللي كانت منحبسه، فيجب تعويض السوائل لتجنب دخوله بحاله تجفاف، وبعدها تعود الامور الى الحاله الطبيعيه. عدم معالجه السبب والانسداد طويل الامد قد يؤدي الى التطور الحالي الى نخر انبوبي، يعني بيتطور مثل ما حصل بالسبب ما قبل الكلوي، انه قد يتطور الى سبب كلوي، كايضا الانسداد البولي او الاسباب ما بعد الكلوي اذا لم تعالج وظلت لفتره طويله قد تتطور الى اسباب، يعني بيتحول لسبب كلوي بيؤدينا لنخر انبوبي حاد. في حالات الانسداد بعد الكلوي مثل حالات ضخامة البروستات وتضيق الإحليل يحدث لدى المريض شح بول، ومع ذلك فهي لا تسمى قصور كلوي، ما لا تسبب ارتفاع في البول الدموي والكرياتينين، إنما تسمى أسر بولي. هون في حالة ضخامة البروستات إنه المريض أحيانا ما بيحسن يتبول، بينسد عنق المثاني، ف يعني المثاني عنده ممكن 4 لتر او 5 لتر، وهي الحاله تسمى حاله اسر بولي. الاسر البولي بتكون الكلي سليمه، لكن الخلل بالطرق البوليه السفليه بتكون المثاني ممتلئه بالبول، وطبعا الايكو هون مهم جدا لكشف الاسر البولي وتفريقه عن الحالات الاخرى. اما بالقصور الكلوي الناجم عن الانسداد ثنائي الجانب يحدث انقطاع بالبول سببه خلل بالكلي وتكون المثاني فارغة تماما. طبعا الأسر البولي بيحدث بسبب الانسداد على مستوى عنق المثاني فما بعد، أما يعني انقطاع البول أو اللي بيكون البول أقل مثلا من 50 مللتر بال24 ساعة، فبيحصل لأسباب ما بعد كلوي على مستوى الحالب والوصل الحويضي الحالبي، وايضا الجذر المثاني الحالب، يعني على مستوى الحالب للمثاني هذا بيحصل فيه انقطاع البول. اما الاسر البولي فبتشاهد على مستوى الطرق البولي السفلي. هلا بنجي لنتحدث عن الاسباب الكلويه وهي الاهم، وتعتبر هي اخطر اسباب الاذيه الكلويه الحاده والأسوأ انذارا هون، لانه في اصابه بالبرانشيم الكلوي. المشكله هنا اما ان تكون في الانابيب مثل النخر الانبوبي الحاد، وهو الاشع اليه للقصور الكلوي الحاد باسباب كلوي هي اليه النخر الانبوبي الحاد. ايضا على مستوى القشر اللي بيحوي الكبب، تنخر القشر الحاد او التهاب كبب وكلي، او قد تكون الحدثيه على مستوى الخلاء مثل التهاب الكلي الخلالي الحاد. هلا النخر الانبوبي الحاد الاكيوت تبلر نكروسيز هو اشع الاسباب الكلويه للاذيه الكلويه الحاده، ف
فيؤدي إلى شظايا من الخلايا تتراكم وتسد الأنابيب الكلوية، قابل للشفاء بإجراء الغسيل الكلوي للمريض لمدة 10 إلى 15 يوم، ويمكن أن يستمر لمدة 6 أسابيع تتحسن حالة الأنابيب وتترمم وتعود للعمل، أي أن العلاج يكون داعم فقط. الآفات التي تصيب الكبب أو الأوعية الشعرية الكبية، مثل ما ذكرنا كل أنواع التهابات الكبب والكلي الحادي، الذوبة الحمامية الجهازية، التهاب الكبب والكلي المترقي بسرعة، ارتفاع التوتر الشرياني المتسارع والخبيث، فرفرية نقص الصفيحات الخثرية TTB، المتلازمة الانحلالية اليورومائية HUS، أيضا صلابة الجلد، التهاب الكلي الشعاعي والتهابات الأوعية. من الأسباب الكلوية أيضا النخر القشري الحاد، هون تتنخر الكبب ولا يمكن أن تعوض، ويخسر المريض الكلي وسيحتاج لاحقا إلى غسيل كلي أو زرع كلي للبقاء على قيد الحياة. أيضا من الأسباب قصور الكلوي الحاد لأسباب كلوي هو التهاب الكلي الخلالي الحاد Acute Interstitial Nephritis، هذا راح نحكي عنه. أيضا من الأسباب داخل الكلوية الأخرى للأذية الكلوي الحادة الانسمام الحملة، يعني الانسمام الحملة اللي بيترافق مع قصور كلوي حاد بكونوا ما مو هو لسبب قبل كلوي، بكون لسبب كلوي بحت. أيضا رفض الكلي المزروعة وردود الكلي، إصابة الشرايين الكلوية مثل الإصابة بالشظايا. راح نفصل من الأسباب الكلوية القصور الكلوي الحاد بشغلتين، التهاب الكلي الخلالي الحاد، هذا قد يكون هذا بيحدث بالخلال، قد يكون مجهول السبب وأسبابه دوائي أو إنتاني أو بعض الأمراض الجهازية. من أشهر أسباب التهاب الكلي الخلالي الحاد هو التحسس بعد استخدام الأدوية، تسبب بعض الأدوية بآلية تحسسية مناعية، التهاب كلي خلالي حاد غير معتمد على الجرعة أو مدة الاستعمال. انتبه، يعني ممكن تعطي دواء لمريض وبياخده لأول مرة يحصل عنده التهاب كلي خلالي حاد، أو حتى مستعمله قبل مرة ويحصل عنده، يعني لا يمكن التنبؤ فيه. وحتى أكثر من هيك، ليس كل من يأخذ هذه الأدوية سيصاب بذلك، فهوني لا مسؤولية على الطبيب اللي بيوصفها، لأنه شغلة غير متوقعة. وهلأ بتشوفوا الأدوية اللي ممكن تؤدي للالتهاب خلال حاد كثير ومتنوعة جدا، تؤدي للالتهاب كلي تحسسي حاد، ترتشح البرانشيم الكلوي، يعني المسافات الخلالية بين الأنابيب والكبب، ترتشح بالإيوزينات أو بالخلايا الحامضة وبتتوذم، تهاجم هذه الحامضات ظهارة الأنابيب مما يسبب ارتفاع البولي والكرياتينين وظهور أعراض القصور الكلوي الحاد، لكن غالبا ما بترافق مع وجود شح بول. بالفحوص المخبرية غالبا بيكون لدى المريض بيلي قيحي، وخصوصا تحوي حامضات بنسبة 70% من الكريات بيض. دائما أي فحص بول كان في كريات بيض كثيرة وكانت نسبة الحامضات مرتفعة، أول ما بتفكر فيه هو التهاب الكلي الخلالي الحاد، وأيضا بيحتوي على اسطوانات قيحية و90% منها بتكون على حساب الحميضات. طبعا علاج التهاب الكلي الخلالي الحاد يعالج بإيقاف الدواء المسبب، وأيضا في بعض الحالات اللي بنثبت فيها أن تكون النجمة عن الحساسية قد في فيها إعطاء الكورتيزون. هلأ من أهم الأدوية اللي وأشهرها اللي بتؤدي لحدوث التهاب الكلي الخلالي الحاد هي الصادات من زمرة البيتا لاكتام كمركبات البنسلين والسيفالوسبورين، وأشهره هو الميتسلين. طبعا الميتسلين هو أحد أنواع البنسلينات وكان يستخدم في التهاب اللوزات، فكان أنه مثلا بالقصة السريرية بتلاقي أنه المريض كان عنده التهاب لوزات حاد وقبل أسبوع أو 10 أيام استعمل الميتسلين وبعدها ظهرت عنده أعراض ارتفاع البولي والكرياتينين وطفح جلده، وعنده بالبول بفحص البول اسطوانات قيحية وعنده حميضات بالبول، فهذا بيوجهنا انه المريض عنده التهاب خلالي حاد.
ايضا من الصادات اللي بتسويها الباكتريم يلي هو تريميتوبريم سيفاميتوكزازول، ايضا الريفامبين والكينولونات. فما فيك تتوقع يعني هذه الزمر الدوائي شائع استخدامها كثيرا، ما فيك تتوقع والله مين المريض اللي ممكن يتعرض لحدوث التهاب كلي، التهاب كلي خلال الحاد. ايضا من الادويه اللي بتسببها ومشهوره جدا مضاده للالتهاب غير السيرويدي اللي تستعمل على نطاق واسع، ايضا المدرات الحاوي على زمره السلفة، المدرات العروي والمدرات التيازيدي، انتبهوا حتى مضادات الحموضه اللي مثبطات مضخه البروتون بامب انهبيتورز، واشهرها الاوميبرازول. الاوميبرازول هو من مثبطات مضخه البروتون، بروتون بامب انهبيتورز، ممكن يؤدي الى حدوث التهاب كلي خلال الحاد، وايضا من مضادات مستقبلات الهستامين اتش 2 السيميتيدين، والالوبيرينول اللي يستخدم لمعالجه النقرس او لتخفيض حمض البول. من انواع التهاب الكبد والتهاب الكلي الخلالي هو الانتانه، تصاب الكلي بالتهاب الكلي الخلالي كارتكاز تحسسي الانتان بعيد، وبسبب مثلا جراثيم مثل اليوجينيلا او الفيروسات مثل السيتوميجالو فيروس او الفطور مثل المبيضات. ايضا قد يكون التهاب الكلي الخلالي في سياق الامراض الجهازيه مثل الساركويد واللمفومات والابيضاضات، والامراض المناعيه الذاتيه مثل الاس ال اي او الذوبه الحمامية الجهازيه ومتلازم جوكري. وايضا قد يكون مجهول السبب. الملف، نعم لو سمحت ممكن مشاركة الملف لأنه ما ظاهر على الصورة. طيب صار ظاهر الآن. أي تمام. هلأ بنجي نحكي عن النخر الأنبوبي الحاد اللي هو أهم وأشيع آليات القصور الكلوي الحاد بأسباب كلوي، وهو الشكل المدرسي أو الكلاسيكي، واللي هو الشكل الأشيع لقصور الكلي الحاد. قد يكون ناجم عن تفاقم الأذية قبل الكلوي أو بسبب داخل الكلوي مباشرة، مثل ما ذكرنا بالأسباب ما قبل الكلوي إذا لم تعالج قد تتحول إلى نخر أنبوبي حاد، وبالتالي بتحول السبب ما قبل الكلوي إلى سبب كلوي، أو بكون بسبب داخل الكلوي مباشر للأذية الكلوي الحاد. يجب تشخيصه وعلاجه، لأنه عند التأخر في علاجه يتحول إلى تنخر قشري حاد غير قابل للعكس. مثل ما ذكر أكثر من مرة بالمحاضرة، تحتاج العودة إلى الحالة الطبيعية 10 إلى 15 يوم وربما أكثر، وتضطرب وظائف الكلي خلال هذه الفترة. التشريح المرضي للنخر الأنبوبي الحاد بيحصل في هوني بالنخر الأنبوبي الحاد، أصلا اسمه أنبوبي حاد، وبالتالي بتكون المشكلة منحصرة بالأنابيب الكلوية. تصاب الخلايا الأنبوبية بالنخر، وخصوصا خلايا الأنبوب القريب والجزء اللبي من القسم الصاعد العروي هاللي، هذول الأكثر حساسية، وبكون الغشاء القاعدي الأنبوبي سليم، وهو الذي يضمن عودة الخلايا إلى حالتها الطبيعية، فهي الحالة بتكون عكوسي وقابلة للتراجع. يكون كل من الكبب الكلوي والأوعية الكبية والخلال سليم. هون هي صورة للتشريح المرضي للنخر الأنبوبي الحاد. لاحظوا هون السهم، هي ظهارة الخلايا الأنبوبية، وهذا الأنبوب الكلوي الطبيعي. أما في حالة النخر الأنبوبي الحاد، لاحظوا الخلايا قديش متضخمة، وبالتالي بتؤدي إلى انسداد الأنابيب البولية، وهذا ما نتوقع النخر الأنبوبي الحاد.
تتضخم الخلايا وبتسد الأنابي محل النجمات، الخلايا المعلم عليها بنجمي، هاي خلايا ظهاري أنبوبي مصابة بالالتهاب، فبتتضخم كتير تضغط على الأنابيب الكلوية بتؤدي لانسدادها. أما بالحالة الطبيعية محل السهم هذا الشكل الطبيعي للأنبوب الكلوي والظهارة تبعي. تظاهرات النخر الأنبوبي الحاد هو يعني قصور كلوي حاد بيظهر على شكل شح بول، ارتفاع البولي والكرياتينين، بيظهر أيضا بفحص البول الصوانات حبيبي، وأيضا باضطرابات توازن الشوارد، أهم ارتفاع البوتاسيوم. انتبه كل شيء بينخفض إلا البوتاسيوم هو الوحيد اللي بيرتفع، بيرتفع البوتاسيوم بينما ينقص الصوديوم والكالسيوم والبيكربونات. الآلي الخلايا المتأخرة تسد لمعة الأنابيب مما يؤدي لرفع الضغط ضمن محفظة بوبان، وبالتالي بيؤدي لنقص معدل الرشح الكبة، نقص معدل الرشح الكبة بيظهر على شكل شح بول. بهالحالة هاي بتفقد الأنابيب قدرتها على التكثيف، وبالتالي بتكون حلولية البول منخفضة وتقالب حلولية الرشاحة الكبي. بهالحالة هاي يتم إجراء غسيل كلي عدة مرات لمساعدة المريض على تجاوز هذه المرحلة الحرجة ريثما تتعافى وظيفة الكلي، وبينما يؤدي إهمالها إلى دخول المريض بقصور كلوي مزمن. هلأ أسباب النخر الأنبوبي الحاد، بيرتبط إنذار النخر الأنبوبي الحاد بالعامل المسبب وله عدة أسباب. الصدمة بكافة أنواعها سواء إنتانية ولا تعقية ولا صدمة قلبية ولا صدمة نقص الحجم، وهي أهم أسباب النخر الأنبوبي الحاد وفي حال عدم معالجتها بسرعة، لأنه هاي الأسباب اللي ذكرناها هي كلها من الأسباب قصور الكلوي الحاد ما قبل الأسباب ما قبل كلوية، فبتكون هي بريرينال أزوتيميا. فعندما إذا لم تعالج بالسرعة المطلوبة أو بالشكل الصحيح تتطور إلى نخر أنبوبي حاد. بيحدث التنخر على طول أنبوب البولة وبشكل بقعي، يعني بتكون مناطق سليمة ومناطق مصابة. طبعا هون هي ملحوظة يعني ما لها علاقة بسياقة، ولكن مثلا أشياء سبب للوفيات بالقصور الكلوي الحاد، أشياء سبب للوفيات عند مرضى القصور الكلوي الحاد هو بيحدث بسبب الإنتانات. اثنين من أسباب النخر الأنبوب الحاد أسباب سمية، تتأذى الخلايا الظهرية للأنبوب بتناول المادة السامة، كما يمكن أن تشكل هذه المواد بلورات تسد الأنابيب، هي غالبا تصيب الأنبوب القريب كاملا، بيحدث تنخر بعد 1 لـ4 أسابيع أو بعد تناول المواد السامة لفترة قليلة حسب المادة، غالبا بيكون إنذارها جيد وعلاج بإيقاف تناول هذه المواد. من أهم المواد السامي اللي بتؤدي لنخر أنبوبي حاد هي الصادات مثل البولي ميكسين والأمينو جليكوزيدات مثل الجنتمايسين والأميكاسين، أيضا السيفلوسبورينات والفانكومايسين، مضادات الالتهاب غير السترويدي والمواد الضليلي، الأدوية الحاوية على زمرة السولفاناميد، أدوية العلاج الكيماوي مثل الميتريكزات والسيسبلاتين، البلورات مثل بلورات حمض البول كما في حالة النقرس ومتلازمة الانحلال الورمي هلأ راح نذكرها، بروتينات الورم النقوي العديد المالتيبل مايلوما مثل ما ذكرنا بيفرز بروتين أو أحين بينس جونز، هذا إذا ترسب بكميات كبيرة ممكن يؤدينا لحدوث نخر أنبوبي حاد، أيضا من الأدوية الفيروسات الأسيكلوفير والأنفوتيريسين بي، الكحول الميتيلي والكلور الزئبق، وأيضا بلورات الأوكزالات. أسباب صناعية مثل تسمم بالرصاص ورابع كلور الكربون. هلأ متلازمة الانحلال الورمي، هاي تحصل عند استخدام أدوية قاتلة للخلايا لدى مرضى اللنفومات والإبيضادات، فعندما تقتل الخلايا الورمية بسرعة فإن الأنابيب تنسد بالخلايا
الورمية ومخلفاتها وخاصة بلورات حمض البول. مثل ما بتعرفوا بالكيمياء الحيوية النويات الخلايا هي اللي بتحوي البورين، والبورين هو طليع تشكل حمض البول. فعندما تقتل الخلايا الورمية بكميات كبيرة فالمستقلبات النواة اللي هي بشكل أساسي البورين بتنتج حمض البول بكميات كبيرة. فممكن إذا تراكمت بلورات حمض البول بكميات كبيرة بالأنابيب الكلوي تؤدي لحدوث نخر كلوي حاد، وهي هي أحد تظاهرات متلازمة الانحلال الورمي. بيرتفع فيها حمض البول إلى مقادير عالية قد يصل إلى 20-25 ميلي جرام ديسيلتر، بينما المستوى الطبيعي لحمض البول ما بيتجاوز 6.5 أو 7 ميلي جرام ديسيلتر. العلاج بيكون أعطاء السوائل إماها، أعطاء سيرومات الملحي، وأيضا قلوين البول لتسهيل انحلال البلورات حمض البول، والوقاية بالأصل إعطاء الألوبيرينول. لذلك دائما مرضى اللمفومات أو مرضى الإبيضاضات بشكل عام اللي بنحطهم على العلاج الكيماوي بتلاقوا دائما بوصفاتهم الألوبيرينول أو زيلوريك بشكل دائم، حتى ما يرتفع حمض البول لمقادير كبيرة ويحدث لنا نخر أنبوبية حاد. طبعا أحد الحالات اللي بتؤدي لحدوث نخر أنبوبية حاد هي أذية بسبب مركبات الحوي على الهيم، هي قابلة للتراجع في بدايتها. بيلة الخضاب، البيلة الخضابية اللي هي بتحصل بشكل أساسي بانحلالات الدم الشديدة التي تحدث داخل الأوعية. انحلالات الدم داخل الأوعية بتنتج كمية كبيرة من الخضاب، هذا الخضاب بروح يترسب بالأنابيب الكلوية وبيحدث لنا نخر أنبوبي حاد. بسبب الهيموغلوبين انسداد في الأنابيب الكلوية بجزيئات متراكمة منه، كما يسبب أذية سمية نخرية مباشرة مما يؤدي إلى شح بول، يعني بآلية انسداد وأذية سمية نخرية مباشرة يؤدينا لنخر أنبوبي حاد. أهم أسباب انحلال الدموي نقل الدم المغاير ونقص خمير الجي 6 بي دي. طبعا عند مرضى الفوال يعني هذا اللي بيحصل بالجي 6 بي دي نادر ما بيحصل فيه عندهم نخر أنبوبي حاد، ولكن أي انحلال دم طبعا هي بتدرسوها بأمراض دم، أي انحلال دم بيحدث داخل الأوعية ممكن يؤدي إلى بيلي خضابي، وممكن إذا كانت انحلال دم شديد وكمية الخضاب الواصل للكليب كبيرة ممكن تؤدي إلى نخر أنبوبي حاد. أما الانحلالات خارج الأوعية، انتبهوا الانحلالات خارج الأوعية عادة ما بتترافق مع بيلي خضابي، بتترافق مع بيليروبين، لأن الانحلالات خارج الأوعية اللي بتحدث بالجهاز الشبكي البيطاني اللي بتحدث مثلا بالطحال هي يستقلب فيها الهيموغلوبين وبتحول إلى بيليروبين، لذلك ما بتشوف فيها بيلي خضابي. البيلي الخضابي فقط بتشوفها بانحلال الدم داخل الأوعية. أيضا من المتلازمات اللي ممكن تؤدي لحدوث نخر أنبوبة حاد هي بيلة الميوغلوبين. الميوغلوبين هو الجلوبين العضلة أو البروتين العضلة، وهي مشاهدة بحالة تناثر الهرس، هي بتنجم عن أذية العضلات بسبب الردود أو حتى المرضى اللي بيصير عندهم التهاب بالعضلات، فتتحرر الميوغلوبين بكميات كبيرة وبسد الأنابيب الكلوي بالإضافة للنخر الأنبوبي الحاصل، فبيظهر على شكل قصور كلوي حاد. هذا الجدول للإطلاع بيقارن بين الأدوية اللي بتأدي لالتهاب كلي خلالي حاد والأدوية اللي تؤدي إلى نخر أنبوبي حاد، ممكن تطلعوا عليه. طبعا هون الدكتور حادث، يعني هو الدكتور عدنان الله يذكره بالخير، كان كتير هيك يعني أثناء المحاضرة يعني يضرب أمثلة هيك يكون من نوع الجوك يعني من نوع المزح، أنه مشاجرة حدثت بين مجموعة من الأشخاص تضمنت ضربا وعراكا بالأيدي دون استخدام أدوات حادة، يعني الشباب حطوا وبلشوا بعضهم بالعصي وبالكوسي بدون ما استخدموا لا سكاكين ولا شمتيانات. راجعت بعدها العديد منهم بقصور كلوي حاد، وهو فهون ما هو سبب القصور الكلوي الحاد؟ بكون الشباب رضرضوا بعضهم وصار مثل تناثر الهرس، فهوني بسبب تحرر الميوغلوبين أو البروتين العضلي أدى لحدوث نخر
كلوي بالأنابيب الكلوية. طبعا القصة الدوائية لها أهمية كبيرة جدا، لذلك يجب السؤال عن الأدوية المتناولة خلال الأشهر الأخيرة وليس أسابيع أو أيام فقط. الأدوية وخاصة المسكنات بشكل عام، أطباء الكلى هم بيعتبروها العدو الأول للكلى، لأن معظم الأدوية ذات إطراح كلوي أو كلوي كبدي، لذلك دائما هم بفضلوا الباراسيتامول لأنه هو أسلم من مضادات الالتهاب غير السيرويدي. إضافة إلى المادة، انتبهوا على النقطة هاي، المادة الدوائية عند طرحها من الكلى يكون تركيزها في الأنبوب القريب مساويا لتركيزها في البلازما، ومع مسيرها ضمن الأنابيب الكلوية يتم امتصاص الماء، وبالتالي يزداد تركيزها في الأنابيب 4 مرات، أي تزداد سميتها 4 أضعاف. والكلى من الأعضاء الجسم النبيلة ومقاومة جدا للاضطرابات، ولا تضرر إلا في حالة تأخر بعلاجها. بكون لهون بنوصل لنهاية محاضرتنا، إذا في حد عنده سؤال يتفضل. دكتور، قلت لنا سابقا انه بالأسر البولي بيكون في عنا ارتفاع للكرياتينين على الرغم من انه الكلية سليمة، فهل هو بسبب التراكم ولا في تفسير تاني؟ لا دكتورة، ما أنه مو الأسر البولي، الانسداد البولي. الانسداد البولي البول بيتجمع، مثلا لو عندنا الحالبين مسدودين تمام، بيتجمع البول بيؤدينا باستسقاء كلوي، بيضغط على الأنابيب الكلوية، وبالتالي بيرفع لنا الضغط ضمن محفظة بومان. رفع الضغط بكميات كبيرة ضمن محفظة بومان بيؤدي لنا لنقص معدل الرشح الكبدي. نقص معدل الرشح الكبدي بيؤدي لارتفاع البولي والكري، هاي الآلة. تمام. فعند نزيل الانسداد، لما بنزيل الانسداد بالحالبين بيروح الضغط هذا اللي كان مسببه ضغط البول، فوظيفة الكلى هي بالأصل بتكون سليمة، ولكن بسبب الضغط الحاصل بسبب الانسداد البولي ارتفع الضغط ضمن محفظة بومان. فعندما بنزيل العائق بيرجع الضغط ضمن محفظة بومان للطبيعي، وبتعود الكلى للرشح الكبدي بشكل طبيعي، لذلك تنخفض أرقام البول والكرياتينين، بترجع للحالة الطبيعية. يعني احنا بس نزيل العائق خلاص، يعني الكلية هي بالأصل شغالة. أصلا هي الكلية لأنها شغالة عم تفرز البول، لذلك عم يتراكم البول. نعم دكتور، الله يجزيك الخير. وإياكم. السلام عليكم السلام. ورحمة الله وبركاته. تفضل. بس لما حكينا انه ليش شو الفرق بين انه قصور الكبد بيسبب انخفاض للكرياتينين اما التشمع بيسبب ارتفاع، انه في آلية معينة او شيء يعني؟ صراحة هي أسباب ما بعرف، يعني إنه ما تهتموا فيها كثير، يعني إنه ما راح تتعرض ولا نقص كرياتينين. يعني هو إحنا أهم شيء إنك تعرف شو الأسباب اللي تؤدي لارتفاع البول الدموي ولارتفاع الكرياتينين. في هون يعني تضارب بهالمعلومة، مزبوط يعني، ولكن ما في عندي سبب أنا بصراحة، يعني لأنه الكرياتينين هو بالأصل يعني مستقلب عضلي بيتعلق بالكتلة العضلية للشخص، وعادة يعني تمام. بالحياة العملية ما راح تلاقوا والله انه يعني حتى لو المريض عنده نقص بالكرياتينين ما عندك مشكلة ابدا ابدا. الاهم اللي بتهتم فيه هو ارتفاع الكرياتينين. لما بيجيك مريض مثلا عنده الكرياتينين 1.5 ولا 2، هون انت بتتنبه. اما لما بتلاقي المريض عنده الكرياتينين نص ولا 4/10، ما مو مهم، ما بكون مهم، يعني ما له اهمية سريرية. تمام دكتور، يعطيك العافية. الله يعافيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.